كنشوفوا بنادم يكون القلب ديالو احن هذه راه 2000 جايين حنا في 2022 ان شاء الله يشوف هاد الام هذه عايشين في هاد الحاله ودير لها كندير لها ليكوش وتكفلت بيا مسكينه حتى هي تمحنت عليا الله يخليها ليا ما عرفناش شكون السابق انا معاها كندي في الرضاء ديالها الحمد لله وما غنفوتهاش باذن الله تعالى وانتم كتشوفوني فين عايش واش جاي هالبرد هالعجاج وكي غندير الاخوان حاولوا تشوفوا من حالي الله يرحم الوالدين كنطلب من المحسنين ومن سيدنا الله ينصرو ومن جلالة الملك الله ينصرو لينا يديروا معايا شي حل انا ما باغي حتى شي حاجه باغي شي بويت انا والام ديالي وشي حاجه كم شي طواليط وكويزينه فاش نعيش نستقر انا والام ديالي انا دابا الام ديالي انا مشات توفات ما عديتها فين غسلها والله يخلف على هاد الناس هادو مساكن مولي واقفين معايا كل مره يجيب واحد الفطور مسكين واحد الغداء واحد العشاء حتى واحد ما صاب ليا مسكين جا حتى هما راك الكاريير راك عارف حي الشعبي كي داير حتى هو مسكين الله عدو فين يعيش هو وليدات كاين اللي عنده ثلاثه الوليدات كاين اللي عنده اربعه الله يحسن العون حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل واخا سي حسن شنو طبيعه المرض ديال الام ديالك الام ديالي كنحيدوا لها الماء وكيعاود يرجع من جينا نشوفوا لقينا الام ديالي الكبده ديالها تشمعت على ما قال لنا الطبيب عاودنا ردينا قال لك القلب تهوى تشمع عليها عاودنا رجعنا وبقينا كنرجعوا المحسنين كيتعاونوا معايا من يشوفوها مريضه وداك الشيء كنعاود نديها اخر مره قالوا يا الام ديالك صافي بلا ما بقات تعيا في راسك وليدي وانا معاها ما عرفناش شكون السابق وما نفوتش مهمتي واش خدامه السي حسن دابا انت مثلا اللي كتروف على هذه العائله هذه انا طالب معاه شوف ما ولا كنخدم كيجي بعد مرات واحد كيعمر ليا كريري صباح الماء هكا كنبيع ونشري كنكون بعد مرات حدا الكروسه ديالي حتى كنطيح اون كوليزي جاب الله بعدا كنحدا الناس هنايا كنوقف كيعرفوني كيهزوني مساكن حتى كنبقى على شحال عدا كنجيو يجيبوا لي السلعه ديالي حتى لحدا الدار وانا كنطيح الدواء ديالي فاش يعني داك شنو هما الحوايج اللي خلاوكم تخرجوا للزنقه؟ يعني كنا عارفينكم باللي يعني كنتوا عندكم واحد الدوير على قد الحال ولكن شنو هما الحوايج اللي خلاوكم تخرجوا ديروا كيطون في الزنقه؟ الظروف الفقر كون كان عندي ما غنوصلش لهذا الشيء الام اللي كانت هي معاوناني مسكينه راه على الفراش كي غندير وانا مريض انا مريض هي اللي مسكينه كتكفله فيا الله يطول الله يعمرها والله يسمح ليا منها كنقولها وكنعاود نقولها في المنبر الله يسمح ليا من هاد الام مسكينه ومن تاهي مني كتشوفني كنطيح راه ما شاء الله ومسكينه هي اللي كتدوز ليا ومتبعه الطبيب ديالي وراه الفقر ولي دارها كون كان عندنا راه ما غنديروش هادشي واش هو الانسان اللي عنده وغيدير بحال ما هكا لا يمكن يبغى يضحك عليه الجيران الفقر الله يحسن العون والحمد لله وكنطلب من الله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل شيء انا حامد الله سبحانه وتعالى انا حامد الله انا حمدت الله وشكرته ولكن انا كنطلب من المنبر الله يرحم الوالدين ومن المحسنين يشوفوا من حالي الام ديالي انا ماتت ما عادت حتى نغسلها الله يرحم الوالدين ولهاد الناس اللي دابا اللي جايين الله يسهل على كل واحد فهاد الناس ديال جايين دابا ديال الانتخابات يجيو يشوفوا هاد المريضه هادي في سبيل الله في سبيل الله واخا يتعاونوا مع بعضياتهم الله يسهل على كل واحد احنا ماشي كنحسدوا الانسان ولاش الله يسهل على كل واحد اللي باغي شي حاجه الله يكمل عليه الله يوصلوا فين باغي الله ييسر ليه والله احنا كنطلبوا من المبر من المحسنين من جلال الملك سيدنا الله ينصروا لينا نشوف من حالنا وحسبي الله ونعم الوكيل ثم تشوفوا الام ديالك كي داير قلنا الرقم ديالك شحال يعني 06 11 08 51 كنعاود نقول 06 11 08 51 والله يرحم الوالدين الاخوان وجيت تشوفوا الحاله ديالي الوقت اللي يحب الخاطر ديالكم من اللي كنوصل في المنبر المحسنين ولا شي اي واحد اللي بغى يتكفل يدير شي حسنه راه ماشي شوف احسن لك من 100 اي حجه انا شوف لي امي على قد الحال من المحسنين ولا من اي واحد اللي كيسمع في هذا المنبر
انا ماشي طامع باغي شي بارتما ولا فيلا ولا شي حاجه. ابويا على قد الحال انا ود الام ديالي نتكفل بها، ما عرفنا شكون السابق. حنا هذا الولد ما نكذبش عليك مرضنا حق الله، لا مرضنا معاه حق الله العظيم. وليدي مرضتنا هذه الام اللي كتمحن، مرضتنا هذه الام اللي كتقطع في الروح، ومسكينه جالسه في الخلاء. والله العظيم نشفونا على قربنا بالله، ما كرهناش ليه ما ولدي. وبقى فيا الحال، بقى فيا الحال وغنقولها، حيت هذا الولد شلنا الناس عيطوا ليه وقالوا لي استنانا وحنا غادي نشريو لك وغادي نديرو لك. والله خوتي الحشومه حشومه وعيب هذا الشيء. واللي بغى خوه المسلم يجي عندو ويقول ليه صح ولا ما يقولش، يقول ليه صح. كنا باقي يفرحوا مسكين، كنفرحوا معاه وكنبكيو معاه حق الله العظيم. وبقى فينا وكيطيح مسكين. انا هزيت دم بيدو، تقول عليك ناسي وليدي، الا هزيت دم بيدو بيدي ديالو ما عرفتش ملي طاح مسكين رعف وخرج لك الدم وكيتركب بحال شي بهيمه دابحه حق الله العظيم. وانا باركه وهزيت الدم بيدي حق الله العظيم. مسكتو بيدي الاولاد الدراري عندو وليد مسكين وهو مرتو وليدو وجوجات امي مسوق ملي كانت خدامه، ملي كانت السكينه واقفه هزه وقالت لي خدامه خدامه وبصحيحتها و100 درهم شغي يعطيوها 100 درهم 1000 ريال كل واش كيعطيها مسكينه. والله العظيم كل دي اللي خدموه وتقول الله اعلم الا شله خدمه تبارك الله وشله زراعه زيت العباد الله وشله خدمه العباد الله. وحسبي الله ونعم الوكيل كذا، وكاينش اللي يعقل عليها، ما كاينش دابا اللي عرفها مسكينه في هذه الطيحه هذه. عيطنا ليهم، عيطنا ليهم ودقينا عليهم الدور وقلنا لهم شوفوا هذه السيده راه محنا الله يجزيكم بخير، ما دوزتش قليل معاكم، راه خدمت وربت لكم وليداتكم وكبرتهم. الحق تقال حق الله العظيم، راه كورونا كله يحبوسه معاهم، عاشت معاهم مسكينه. ومن اللي على الاخر ملي طاحت في صحيحتها ما كانش اللي يعرفها وما كانش يدق على الباب. دابا هادشي كلشي راه غير الجيران حق الله العظيم. وليدي تفضل اخويا تفضل. يبغي شي واحد يعيش بحال ما هكا في الظروف والولد ديالو بحال ما هكا ناعس في الخلق، هانتوما شوفوا الاخوان باش ما تقولوش راه هانتوما ولدي شوف مساكن فين ناعس الحاله ديالو كي دايره. الناس اللي مساكن اللي جاو غطاو ليا بهاد الميكا هانتوما الطوبه بالليل كتصبح تركل علينا. هانتوما شوفوا الاخوان، شوف وليدي فين ناعس مسكين. يبغي شي واحد الظروف ديالو تكون بحال ما هو الابن ديالو الزوجه ديالو الام ديالو، وكنطلبوا ليه لحق شي مسلم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.